مطوعين الصعايب. انطلق شوطنا 17 على بركة الله، نتابع وإياكم هذه الانطلاقة واندفاعات هذا الشوط المخصص للبكار الحقائق والمسافة 4 كيلومترات. هنا نتابع معكم هذه الانطلاقة في هذا الختام ومهرجان سيف أمير البلاد المفدى، نتابع وإياكم هذه الأشواط المنطلقة ونتابع هذا الشوط وانطلاقة، نتابع المراكز الأولى المتقدمة، هناك اللي على المركز الأول اللي هي أيضا هناك فزعة لفهد بن ناصر بن سالم المكسور مع مقدمة الشوط، أيضا نهنيه الناموس على انتزاع لسيارة في صباح هذا اليوم. بينما المركز الثاني نتابع هناك أيضا من يصن سمحة، أيضا تصن سمحة لسعيد بن محمد بن حمد بن سالمين على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هناك الحذرة لناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري، والمركز الرابع هنا قدوم في هذه اللحظات من الفائزة لسعيد بن عبد الله بن علي بن فالح النابت، هنا أيضا بن فالح متواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس من بدأت تتسلل بدورها في هذه اللحظات وتصنى اللي هي أيضا غيرة على المركز الخامس، نتابعها هنا مع مالكها حمد بن فهيد محمد الزبدان هنا مع هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير اللي جرى وطرى على المركز الأول مع بن فالح. الله يا بن فالح هنا متواجد في هذه اللحظات مع المركز الأول ومع المقدمة، نتابع الفائزة الفائزة يا سلام لسعد بن عبد الله بن علي بن فالح النابت المري مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني من بدأت تتدخل غيرة يا سلام يا غيرة على المركز الثاني، هذه غيرة لحمد بن فهيد محمد الزبدان المري. والمركز الثالث من تصنى هناك اللي على المركز الثالث اللي هي فزعة لفهد بن ناصر بن سالم المكسور. والمركز الرابع، المركز الرابع جلمودة لناصر بن مطر بن عويد بن ثامر على المركز الرابع، وتقدمت المركز الثالث. بينما المركز الخامس نتابع هناك الكاسبية لسعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي، ولكن ينخطف في هذه اللحظات مع اللي دخلت بدورها خلود لراشد بن عبد الله بن حمد الحسن الفهيدة مع المركز الخامس في هذه اللحظة. هنا مع المركز الخامس، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى، ونعود إلى بن فالح. بن فالح على المقدمة، يا سلام يا الفائزة مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. هذه اللحظات انتصفت المسافة مع الفائزة اللي في مقدمة الشوط وبالمركز الأول وبقيادة مالكها، يا سلام يا سعد يا بن عبد الله يا الفالح يا سلام مع المركز الأول ومقدمة الشوط. بينما غيرة على المركز الثاني، ما شاء الله على هذا الشكل يا راعي، غيرة على المركز الثاني لحمد بن فهيد محمد الزبدان المري. المركز الثالث من بدأت تتسلل جلمودة لناصر بن مطر بن عويد بن ثامر. بينما المركز الخامس والرابع اللي بدأت بالدخول والظهور في هذه اللحظات، نتابع هناك اللي تسللت، الله يا سلام، الله يا المكسور يعود مرة أخرى، يعود إلى المقدمة يا سلام يا عليك يا سلام يا المكسور مع هذا الأداء مع فزعة فهد بن ناصر بن سالم المكسور، سلام يا عليك أيضا بهذه الانطلاقة الجميلة، سلام يا حمد يا بن جر الله هنا أيضا متواجد معها في هذه اللحظات، وفهيد أيضا يراقبونها. بينما المركز الثاني القدوم هناك مع جلمودة ناصر بن مطر بن عويد بن ثامر، ولكن غير، الله شوفوا اللي قادمة اللي غيرت، هناك هيمنة لعلي بن سالم هناك، أو الحذرة لناصر بن سالم بن ناصر الفهيد، أيضا الحفيظ متواجد.
غير ابن حفيظ الى مقدمة الشوط، غير معنا ايضا الحذرة ناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري بينما المركز الثاني، والقدوم هنا مع شعار المكسور فزعة، فهد بن ناصر بن سالم المكسور غيرة على المركز الثالث، غيرة مع مالكها لحمد بن فهيد محمد الزبدان المركز الرابع، هناك القدوم لعوايد محمد بن ناصر بن مبارك بن حمود الشافي ايضا بقيادة سعد بن ايضا هنا سعد بن سعود ايضا، يا سلام يا سلام المركز هناك قدوم جديد في هذه اللحظات، خلود راشد بن عبد الله بن حسن الف هيدا، ولكن هناك المقدمة الله يا سلام يا سلام يا الحذرة ناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ مع المركز الاول ومع مقدمة هذا الشوط، ولكن فزعة فزعة على المركز الثاني، فزعة على المركز الثاني بشعار المكسور المركز الثالث المركز الثالث، الله يا عوايد 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 لمحمد بن ناصر بن مبارك بن حمود الشافي على المركز الثالث، يا سلام والمركز الرابع غيرة لحمد بن فهيد محمد الزبدان، ولكن الله الله يا المكسور الله على هذا التقدم وهذا التغيير إلى مقدمة الشوط، ولكن عوايد عوايد قادمة عوايد قادمة، الله يا هذا الشوط الله يا التحدي الأمتار الأخيرة الأمتار الحساسة، هنا عوايد فزعة فزعة عوايد 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 غيرت غيرت عوايد هذه اللحظات، سلام يا بن شافي سلام، ولكن تعود تعود فزعة تعود فزعة، لكن هناك عوايد عوايد تهانينا تهانينا والناموس لمالك عوايد محمد بن ناصر بن مبارك بن حمود الشافي، تهانينا لسعد بن سعود وأيضا ناصر بن سعود أيضا على هذا الفوز وساعة الوصول أمام خط النهاية بينما المركز الثاني المركز الثاني فزعة أيضا لفهد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، المركز الثالث الحذرة لناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ، المركز الرابع المركز الرابع غيرة لحمد بن فهيد محمد الزبدان، المركز الخامس المركز الخامس تشويش لعبيد بن سالم بن عبد الله بن حمد المري، شاهدت معنا التنافس الى الرمق الاخير وكان الناموس محالفا لايضا عوايد ايضا من انتزعت هذا الفوز، تهانينا تهانينا على هذا الناموس المستحق، تشاهدون عوايد وهي تنتزع هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق امام خط النهاية ومعلنة الفوز والناموس، تهانينا لمالك عوايد تشاهدونها امامكم وهي تصل الى خط النهاية، توقيتها الزمن 6 دقائق 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك عوايدنا لسعد بن سعود على هذا الفوز أيضا وهذه المتابعة بينما وصلت على المركز الثاني، هناك أيضا من وصلت على المركز الثاني أيضا المركز الثاني توقيتها فزعة توقيتها 6 دقائق 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية، تهانينا لفهد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور على هذا الفوز بالمركز الثاني، بينما النقل على المركز الثالث ومن تصلنا أيضا على ثالث المراكز الحذرة توقيتها الزمني أيضا 6 دقائق 5 ثواني بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لمالك الحذرة ناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري.